بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريسوسا نسي اليسوسا نسي. وهنئكم بعيد القيامه المجيد والذي يحتفل به كل مسيحي العالم في نفس التوقيت في هذا العام. نتذكر بالخير شهداء يوم احد الشعانين الذين سجلوا بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية. نتذكرهم بالخير وأن الله اختارهم، لأننا نعلم أن الله ضابط الكل وهو الذي يدبر حياتنا جميعا، ونحن نشكره دائما ونقول فلنشكر صانع الخيرات. نذكرهم بالخير مع كل الشهداء، ونذكر بلادنا الحبيبة مصر، ونصلي دائما من أجل أن يحفظها الله في سلام ويبعد كل شر وكل شبه شر عن حدودنا في بلادنا مصر وعن كل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. عندما نتأمل قيامة السيد المسيح نجد أن آيات كثيرة في الكتاب تكلمت عن القيامة، باعتبار أن القيامة هو الحدث الأول والأساسي في تاريخ مسيحيتنا. فبلا قيامة وبلا صليب لا تكون للمسيحية أي وجود. من الآيات الكثيرة التي تتكلم عن القيامة وتتكلم بصورة شخصية وفردية، ذلك القديس الذي لم يكن يعرف المسيح لزمن طويل، ربما إلى نصف عمره، ولكنه في منتصف العمر ظهر له السيد المسيح وعرفه ذاته، وكانت النتيجة أن صار من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول. في رسالته إلى أهل فيليبي وكان وقتها في السجن، كتب عبارة من أقوى العبارات التي تتكلم عن اختبار القيامة. كتب قائلا في الإصحاح الثالث في عدد 10: لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وهذه المعرفة والخبرة الروحية في القيامة يحددها القديس بولس في هذه الملامح الأربعة. أولا لا أعرفه، وهي كلمة بصيغة التأكيد، وهذه المعرفة معرفة شخصية وليست معرفة سماعية فقط، وهذه المعرفة هي معرفة لشخص السيد المسيح ذاته. والتأكيد على هذه المعرفة يقول لا أعرفه، وهذه المعرفة التي تحدث عنها أيوب الصديق في نهاية سفر أيوب حينما قال: بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. هذه المعرفة معرفة يعرف محبة المسيح، يعرف وصية المسيح، يعرف خلاص المسيح، يعرف سلوكيات المسيح التي وضعها في قلوبنا، المعرفة الاختبارية. الملمح الثاني أن القديس بولس ذكر وقوة قيامته، فالقيامة لها قوة، وهذه القوة قوة أقوى من كل شيء. فالقيامة ليست حدثا تاريخيا، ولكنه حالة معاشة يعيشها الإنسان ويختبرها ويتمتع بها. القيامة تعلن أن الموت ليس هو نهاية المشوار، والقيامة هي التي أقامت مريم المجدلية وقت أن كانت متحيرة ولا تعرف، حتى أنها في وسط حزنها ظنت أن السيد المسيح هو البستاني، وعندما ناداها باسمها فرحت بلقاء السيد. القيامة هي التي أقامت التلاميذ من خوفهم، كانوا خائفين وكانت الأبواب مغلقة،
ولكن عندما ظهر لهم السيد المسيح يقول الكتاب ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. القيامة هي التي تقيم الإنسان من الخطية، فلا يمكن للإنسان أن يقوم من دنس الخطية إلا من خلال قيامة السيد المسيح التي فرحت كل البشرية عندما علق على الصليب ومات موت الصليب من أجل كل أحد. الملمح الثالث اختبار القديس بولس الرسول، يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. وهنا يأخذنا العجب أنه يتذكر قوة القيامة قبل أن يتذكر شركة الآلام. في التقليد المسيحي القديم عندما كانوا يعلقون الصليب كانوا لا يرسمون عليه جسم السيد المسيح. وعندما نسأل نعرف أن كان الهدف أن المسيح قام من بين الأموات، وفرحة القيامة كان الطريق إليها من خلال الصليب، ولكن الآن المسيح قائم. أتذكر مرة في زيارتي لأحد الدول رأيت صليب من الخشب مفرغ ولكن عليه جسم المسيح القائم، فالصليب موجود وجسم المسيح القائم من بين الأموات. شركة الآلام هنا التي يتكلم عنها القديس بولس الرسول، القيامة تأتي بعد الآلام. فشركة الآلام عندما يشترك فيها الإنسان، لأنه لا يوجد مجد بدون ألم، ولا يوجد إكليل حياة بدون إكليل الشوك. وجد إكليل الشوك فأعطانا إكليل الحياة، ولا قيامة بدون صليب. ولذلك شركة الآلام التي نجتازها يجتازها الإنسان ويجتازها تاريخ الكنيسة، ونعبر عنها بفصول كثيرة من قصص وأحداث الاستشهاد، حتى صارت كنيستنا القبطية المصرية كنيسة الشهداء، ومعروفة بهذا اللقب في كل العالم، حتى أننا نقول أن أم الشهداء جميلة والمقصود الكنيسة. الملمح الرابع في خبرة القديس بولس الرسول أنه قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. متشبها بموته بمعنى أن الإنسان المسيحي السائر في طريق الرب يموت عن الخطية. في كل مرة في كل قداس نحضر ونسمع الكلمات التي نختم بها قراءة الكاسيديكون، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. فنظرة المسيح وشهوة قلبه الدائمة هي في السماء. متشبها بموته قال عنها القديس بولس الرسول في اختبارات الروحية القوية، من أجلك نمات كل النهار. هذا الاختبار الروحي الذي يقدمه القديس بولس الرسول هو اختبار عبر عنه القديس مرات ومرات عندما قال استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، حينئذ يضيء لك المسيح. النائم في الخطية، النائم في الشر، النائم في محبة العالم، النائم بعيدا عن المسيح ومعرفة المسيح الحقيقية، النائم ولا يعرف قيامة المسيح ولا يختبرها ولا يعيشها. القديس بولس الرسول من خلال الكلمة المقدسة يدعو كل أحد، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، أموات الخطية، حينئذ يضيء لك المسيح. تهنئتي القلبية للجميع. قلوبنا تعتصر بالألم لفراق أحبائنا وهؤلاء الشهداء، ولكننا نذكرهم على الدوام أنهم رقدوا على رجاء القيامة، القيامة قيامة السيد المسيح. تهنئتي القلبية للجميع. الله يحفظكم ويبارك حياتكم. ورسالتي هذه أوجهها إلى الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص، وإلى كل الشمامسة والخدام
والخادمات لجان الكنائس ومجالس الكنائس، إلى كل الشباب، إلى كل الأطفال، إلى كل الأسر في كل كنيسة في كنائسنا القبطية الممتدة في قارات العالم، في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وأسيا وأستراليا. تحياتي ومحبتي ومحبة كل الكنيسة الأم هنا في مصر نرسلها إليكم، راجين لكم أن تتمتعوا دائما بالقيامة في حياتكم. خريسوس أنستي، أليسوس أنستي.